السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنعمل النهارده ثلاث وصفات لزاز ان شاء الله تحبوهم، وهنبتدي باول وصفه دلوقتي وهي وصفه دجاج بالمشروم والكرات وبالبشاميل، فيعني فيها نكهات كتير، والبشاميل اصلا يعني لما بيدخل في اي حاجه كده بيبقى طعمه لذيذ، والكرات كمان ليه نكهه كده حلوه. عشان نعمل وصفتنا عايزين 6 صدور دجاج او حسب عدد افراد الاسرة، عايزين بصلة، 2 كوب بسلة وجزر، 2 كوب مشروم، 2 فص ثوم، 3 تقريبا من الكرات، 1 معلقة كبيرة زبدة، 1/4 كوباية ريحان، ملح وفلفل، 1 كوب كريمة، 1 كوب جبن كريمي، رشة جوزة الطيب، 4 أكواب بشاميل، 2 كوب جبنة موتزاريلا للوش، وطبعا أي حاجة أنتوا حابين تغيروها بتقدروا تغيروها. أول حاجة هنعملها إن إحنا هنحط الزبدة وهنحط معاها شوية زيت علشان ما تتحرقش الزبدة مننا، فهنحط شوية زيت وناخد الزبدة بتاعتنا نحطها. عندنا بقى الفراخ هنا احنا مقطعينها قطع يعني متوسطة كده زي دي علشان نحطها مع بقية الحاجات بتاعتنا، البسلة والجزر والمشروم والريحان. يا جماعة في نكهات كتير قوي في الوصفة بتاعتنا فبيطلع طعمها حلو قوي. البشاميل خلينا نشوف بقى اسئلة البشاميل عشان انا عاملاه جاهز. فالبشاميل خليني اقول لكم ازاي بيتعمل في السريع، طبعا احنا عملناه قبل كده كتير، بس البشاميل علشان نعمله عايزين 1 1 1 دايما علشان اسهل حاجة، يعني معلقة كبيرة زبدة او سمنة على معلقة كبيرة دقيق على 1 كوباية من اللبن، وضعفوا بقى الكمية براحتكم. دي الطريقة اللي بيتعمل بيها البشاميل دايما، بس لو عايزين البشاميل يبقى اخف يبقى هناخد كمية دقيق، يعني مثلا لو هنعمل 4 كوبايات بشاميل بناخد تقريبا 2 كوباية لبن بنحطهم في الخلاط مع 4 معالق دقيق وبنضربهم في الخلاط، وبعدين بنحطهم على النار مع بقية 2 كوبايات اللي فاضلين ولغاية ما يتخن الخليط عندنا، بعدين نحط له مثلا معلقة صغيرة زبدة، فكده نبقى احنا نوعا ما خففنا من كمية السمنة أو الزبدة اللي بنستعملها في البشاميل. أنا دايما لما بتكون الفراخ قطع كده بحب إن أنا أحطها الأول وبعدين أحط البصل، لو أصغر من كده يعني لو حتة صغيرة ممكن أحط البصل الأول، بس لو حطينا البصل الأول وبعدين الفراخ البصل هيتحرق والفراخ هتكون لسه ما استوتش، فعشان كده دايما بحط الفراخ الاول. هنستنى بس عليها دقيقة لغاية ما تقدروا بقى الجبنة الكريمي، هو طبعا الاكلة دي دسمة شويتين فلو عايزين تخففوا اي حاجة يعني ممكن مثلا تستغنوا عن الجبنة الكريمي بتديها طعم لذيذ، بس لو عايزين تستغنوا عنها بتقدروا تستغنوا عنها، تقدروا تستغنوا كمان عن 1 كوباية الكريمة بس برضو بتديها طعم حلو، يعني اي حاجة عايزين تقللوا منها قللوا منها، هتفرق في الطعم شوية بس مش هتقول لا. خلينا دلوقتي نقلب بس الفراخ بتاعتنا، عايزينها تتحمر بس شوية من تحت كده وبعدين نقلبها. مش حاطين توابل كتير زي ما انتوا شايفين لان الوصفة دي بحسها يعني عايزة كل حاجة تبان فيها على طعمها، يعني احنا حاطين مكونات هي اللي فيها نكهة، فعشان كده انا مش مزودة التوابل، يعني الكرات ليه نكهة، الريحان ليه نكهة، المشروم ليه نكهة، فعشان كده انا مش حاطة بهارات كتير، توابل كتير قصدي. هنقلب بقى دلوقتي الفراخ بتاعتنا شوية كده، طيب انا هستنى بس الفراخ بتاعتنا كده تتحمر شوية، فخلينا نطلع لفاصل
سريع ونرجع بعد الفاصل تكون الفراخ اتحمرت ونكمل بسرعة بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا قبل الفاصل بس حطينا اتكلمنا عن البشاميل وقلنا ازاي بنعمله، وحطينا الفراخ على النار، والفراخ دلوقتي ابتدت تتحمر، فهنقدر بقى دلوقتي ان احنا نكمل بقيه الوصفه بعد ما حمرنا الفراخ كده زي ما انتم شايفين في زبده وزيت. هنبتدي بقى دلوقتي نضيف البصل، عندنا هنا البصل والثوم، وهنقلبهم كده بس دقيقتين. طبعا البسلة والجزر عندنا مسلوقين او فروزن، يعني المهم ان هما مستويين، مش هيقعدوا ياخدوا من الاول خالص وقت استوى، لا. نحط دلوقتي البسلة والجزر اللي عندنا، خلينا بقى نبتدي نحط. احنا ما عندناش حاجه خالص غير شويه ملح وفلفل ورشه من جوزة الطيب. جوزة الطيب انا بحسها بتليق على الوصفات اللي فيها بشاميل، فهنحط شويه ملح وشويه فلفل، وادي رشه جوزة الطيب. هنحط بقى دلوقتي المشروم اللي عندنا اهو، ويفضل طبعا المشروم يكون طازة. يعني احنا الوصفة عندنا هنا تقريبا خلاص خلصت، ناقص بقى ان احنا نحط لها الكريمة والجبنة الكريمي والكرات اللي هو اصلا هيديها النكهة اللذيذة جدا. ادي الكرات، ابتدت ريحته تطلع. خلاص تمام كده. هناخد بقى الجبنه اللي عندنا، عايزين تقللوا شويه من كميه الجبنه، لان احنا كاتبين كوبايه، حابين تحطوا نص كوبايه بس ممكن. وعندنا هنا كوبايه الكريمه، وعندنا الجبنة الكريمي، وكده تبقى الأكلة بتاعتنا. بس عايزة تتحط في البايركس علشان نحط عليها البشاميل والجبنة من فوق. زي ما قلنا هي دسمة شويتين بس طعمها بيطلع لذيذ جدا. خلاص كده تمام. نجيب بقى البايركس، بس نتأكد كده ان الجبنة كلها اتوزعت صح. خلاص بشوية الصوص كده دول اللي هم فيهم كمان جبنة، هناخد شايفين القوام بتاع الصوص كريمي ولذيذ جدا كده. ناخدها بقى كده نحطها هنا،
هناخد بقى دلوقتي البشاميل اللي عندنا وهنحطه على الوش، وهنحط عليه جبنة برضو، جبنة حسب ما احنا بنحب. انا مستعملة النهاردة موتزاريلا، بس لو ما عندكوش موتزاريلا تقدروا تستعملوا اي نوع انتوا حابينه. نجيب واحدة تانية البشاميل بتاعنا ونحطه على الوش. ونجيب الجبنة نحطها وعلى الفرن على أعلى درجة حرارة، بس يبتدي يبكبك كده. بنروح فاتحين الشواية من فوق علشان ياخد لون حلو. جبنة نحطها على الوش وكده تمام زي ما اتفقنا. هحطها في الفرن على اعلى درجة حرارة لغاية ما تبتدي احس انها بدت تغلي الصوص كده. بروح فاتحة عليها من فوق الشواية علشان خاطر تاخد لون حلو كده. وصفتنا معانا خلصت. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل، كنا انا حطيت بقيه الجبنه ونحطها في الفرن ونرجع عشان نكمل بقيه وصفتنا للنهارده. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف كده اخبار الفرن ايه، لانه شكله خلاص قرب. خلينا نوطي النار شوية كده علشان اللون يفضل حلو. نعمل بقى دلوقتي مع بعض وصفتنا التانية، وهي كوكيز الفستق والحبهان. الفستق والحبهان، الفستق والحبهان كده بيليقوا على بعض قوي، فالنهاردة هنعمل بيهم كوكيز ان شاء الله هيطلع طعمه حلو جدا. عشان نعمل وصفتنا عايزين كوباية ونص دقيق، وعايزين 200 جرام زبدة، ربع كوباية نشا، نص كوباية فستق مطحون، نص كوباية سكر بودرة، ربع كوباية لبن، والنهاردة هنستعمل لبن لاكتال، معلقة صغيرة حبهان مطحون، 2 معلقة كبيرة فستق مجروش للوش، وممكن كمان نستعمل شوكولاتة لو تحبوا، شوكولاتة بيضة كده أو شوكولاتة زي ما انتوا عايزين. طيب أول حاجة هنعملها عايزين نستعمل الزبدة اللي عندنا، 200 جرام زبدة هنحطهم كده هنا، وتكون الزبدة بحرارة الغرفة. ادي 200 جرام هنحط معاهم السكر والنشا والدقيق والحبهان. خلاص ما هو ما فضلش حاجة، فهنحط بقية الحاجات اللي عندنا، السكر البودرة، النشا، الحبهان، معلقة حبهان مطحون، وفستق مطحون برضو، وعندنا اخر حاجة الدقيق. ما حبيتش احط فانيلا لان اولا ما فيش بيض فما فيش داعي للفانيلا، ثانيا عايزة انا نكهة الحبهان تبقى هي الظاهرة قوي، يعني مش عايزة حاجة تغطي على نكهة الحبهان. هنقلب بقى الكلام ده كله، نعجنه وعندنا بقى هنا دلوقتي ربع كوباية من حليب أو لبن لاكتال. طبعا ليه أنا لبن لاكتال بالنسبة لي لبن بفضله أكتر؟ لأنه طازة،
يعني الألبان اللي في السوق كلها حتى بتلاقوا الصلاحية بتاعتها 6 شهور، بس لاكتال الصلاحية بتاعته أقل بكتير، صلاحيته أفتكر 2 أسبوع فقط، بس 2 أسبوع، لأنه لبن طازة. فعشان كده لما نيجي نعمل أي حلويات أو أي طبخة بتعوز لبن حلو يعني نكهته باينة، دايما بنستعمل لبن يكون طازة، فطبعا أسهل من إن احنا نجيب لبن لاكتال وناخد النكهة اللي احنا عايزينها. كده ممتاز. طيب هناخد 1/4 كوباية من الحليب اللي عندنا وهنحطها على الخليط اللي عندنا ده، وكده يبقى خليط الكوكيز بتاعنا جاهز. خلاص الخليط بتاعنا جاهز يا جماعة، اهو زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعت الكوكيز جاهزة اهي اهي. هناخد بقى دلوقتي علشان نعملها عايزين ورق زبدة. انا دايما دايما بقول اني بحب افرد على ورق زبدة، يعني بحب افرد على ورق زبدة لان ورق الزبدة ما بيخلينيش ارش دقيق، وانا ما بحبش ارش دقيق لانه بيغير من عيارات الحاجة اللي احنا عاملينها، سواء بقى كان كوكيز كان عجين كان يعني اي حاجة سابليه بتتغير لما بنحط دقيق بنرشه، لانها بنرجع نلم العجينة بالدقيق اللي مرشوش تحت ونرجع نفرد العجينة تاني على دقيق مرشوش، ترجع تاني العجينة تشرب الدقيق المرشوش. ويفضل طبعا كمان انكم تستعملوا ورق الشمع مش ورق الزبدة، لان ورق الزبدة برضو شوية الحاجة بتلزق فيه، هو ورق الزبدة لاستعمال الفرن اكتر، ورق الشمع للاستعمال البارد يعني علشان نفرد عليه كوكيز نفرد عليه الحاجات دي. فيفضل ان احنا نستعمل ورق الشمع الواكس بيبر علشان نعمل الوصفات بتاعتنا اللي بتحتاج فرد بره الفرن، وبعدين ورق الشمع ما بيدخلش الفرن، ورق الزبدة هو اللي بيدخل الفرن، فده ليس ليه استعمال وده ليه استعمال. طيب خلينا دلوقتي نفرد، نحط ده كده هنا، نقلل شوية النار على الشوكولاتة. هناخد شوية حتة من العجينة بس عشان نعملها كده قدامكم، خلينا ناخدها من هنا كده، احنا عايزين بس ان احنا نقطعها مدور. شايفين خلوا بالكم هي بتبقى عجينة طرية جدا لان فيها زبدة كتير، لو حسيتوا انكم مش عارفين تشتغلوا بيها حطوها في التلاجة شوية لغاية ما تجمد معاكم، بس هي بتبقى نوعا ما عجينة طرية. نحطها كده ونفردها بالنشابة، يعني انتوا هتحتاجوا تحطوها يمكن شوية في التلاجة زي السابليه. كده اهي بناخد بقى القطاعة المقاس اللي انتوا عايزينه بالشكل اللي انتوا عايزينه زي ما تحبوا، وهنقطعها وزي ما قلنا يفضل تحطوها شوية في التلاجة علشان تقدروا تتحكموا فيها. اهي هناخد بقى الكوكيز بتاعنا ده هنقطعه كله كده في ورق زبدة، وبتقدروا كمان انكم تنقلوا ورق الزبدة نفسه ده على صينية الفرن زي ما هو، يعني بنقطعه كله هنا بنشيل الزيادة وبناخد ورق الزبدة كده زي ما هو بنشيله وبنحطه على الصينية بتاعت الخبز. ده بيدخل الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا من 10 ل 12 دقيقة.
بنقدر نعمل حاجتين بقى، بنقدر ان احنا الكوكيز بتاعنا ده ناخده نحط على الوش كده شويه فستق بالشكل ده ونضغطه، او تقدروا تخلوه ساده ولما يطلع من الفرن نحط له شويه شوكولاته كده ونرش عليها الفستق، فزي ما تحبوا انتوا الطريقه اللي انتوا حابين تعملوه بيها. ادي طريقتين انا قلت لكم عليها. الكوكيز بتاعنا بقى دلوقتي انا هحط عليه، هنا عندنا اهي شوكولاته بيضاء اهي شايفين، هحطها بس دلوقتي في كيس حلواني وهعملها هعمل لها كده خطوط او بغمس فيها الكوكيز زي ما انا عايزه بقى، هشوف هعمل فيها ايه، ونحط عليه شويه من الفستق، ويعني تزيين طبعا ده ذوق في الاخر. طبعا هو الكوكيز ناخد واحده اهي، شوفوا ده طبعا الكوكيز بعد ما طلع من الفرن بنقدر نحطه في كيس الحلواني، هوريكم دلوقتي انا قصدي ايه. نجيب الفستق بتاعنا عشان نبقى جاهزين، ها دي كده تمام. نقص نقص بس كده حتة تحت، شوفوا قبل ما تجمد الشوكولاتة خلينا نحط كده. هو كان المفروض طبعا يبقى مطحون انعم من كده بكتير، ده طبعا خشن جدا، مش هو ده اللي احنا عايزين نستعمل، يعني لازم يبقى انعم من كده يا جماعه، انتوا بس نعموه عن كده علشان يبقى يعني يمسك معاكوا ويبقى اسهل. ده بس شويه كبير معلش، بس انتوا نعموه شويه. تمام كده اهو، هنستنى بس عليه شويه لغايه ما يبرد، وهنطلع بقى دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا الثالثه للنهارده واللي هي كيكه التمر بالسميد. الوصفه بتاعتنا عشان نعملها عايزين كوبايه سميد، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، نص كوبايه زبادي، 3 معالق كبيره سكر، علبه قشطه، 3 بيض وفانيلا، ونص كوبايه زيت. للقرفه بقى قصدي للعجوه عايزين 2 كوب عجوة، 2 معلقة كبيرة زيت، 1 معلقة صغيرة قرفة، 1 نص معلقة صغيرة حبهان مطحون، رشة جوزة الطيب، وعايزين كوب شربات، وعايزين بندق ولوز للوش، وعايزين نقول ان احنا حاطين بس 3 معالق كبيرة سكر في الكيكة دي، لان هي بعد ما تطلع من الفرن بنسقيها بالشربات، يعني هي كل الكيكة ما فيهاش غير 3 معالق سكر زي ما شفتوا. خلينا نبص كده على الدجاج بالمشروم والكرات اللي في الفرن، نخليها ولا نطلعها؟ كفاية كده خلاص بنطلعها. نحطها فين؟ نحطها هنا.
تقيلة تقل مش عادي. اهي طيب اول حاجة هنعملها ان احنا هناخد مقادير الكيكة كلها وهنحطهم على بعض، كل اللي على يعني كلها ما فيهاش حاجة بتتحط قبل التانية، عادي بنحطه. خلينا بس ناخد السباتولا. فهناخد خلينا الاول احسن نحط البيض يعني هنحط كل حاجة إلا السميد بس هنخليه هو اللي آخر حاجة، إنما الباقي كله بيتحط عادي، البيض والزيت والزبادي والقشطة، ثلاث معالق سكر والبيكنج باودر والبيكنج صودا، بس معلقة صغيرة يا جماعة لأن طبعا الكميات اللي محطوطة دي هنا كبيرة جدا. وخلاص هناخد الفانيلا ونحطها هي والسميد، وكده الخليط بتاع الكيكة عندنا جهز. طيب الخطوة اللي جاية بقى احنا فيها كده كام حاجة بس مش هنقدر، يعني هقول لكم ازاي بتتعمل علشان. طيب شوفوا هنا عندنا الاول بايركس او صينية او الحاجة اللي هتعملوا فيها، بس يفضل تبقى يعني لو عملتوها على حاجة مربعة بيبقى احلى لانه بنقطعها بعد كده مكعبات او سلايسز كده بتبقى شكلها لطيف. عندنا هنا العجوة بتاعتنا هنحط لها شوية زيت، وهنحط لها التوابل بقى بتاعتنا اللي بنحبها، كل اللي انتوا بتحبوه حطوه، الحبهان المطحون، القرفة، جوز الطيب، عايزين تحطوا شوية قرنفل برضو ممكن. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. وبعدين شوفوا بقى هنعمل ايه، معلش ركزوا بقى معايا في الحتة اللي جاية دي لانها فيها كده كام خطوة. دي كده تمام. طيب هناخد دلوقتي الكيكة اللي عندنا دي، تمام، هنحط نصها نصها هنحطه في البايركس او في الصينية اللي هنستخدمها. فهناخد كده النص ده ونحطه هنا بهذا الشكل، خلاص اهي كده. هنعمل ايه؟ هناخد الكيكة بتاعتنا هنروح بيها على الفرن لغاية ما تتخبز تماما، خلاص هنخبزها على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 12 من 12 دقيقة ربع ساعة. طيب هناخد العجوة اللي عندنا وهنبتدي نفردها ونحطها فوق نص الكيكة اللي استوى، فبنفردها كده كده ونبتدي نحطها كده، نفردها كلها بالشكل ده، او ممكن تفردوها بين ورقتين زبدة لغاية ما تاخد المقاس ده، وبتاخدوها بتحطوها فوق الكيكة المستوية. حطيناها فوق الكيكة المستوية، بنرجع ناخد بقية الخليط اللي عندنا ونحطه فوق العجوة وندخلها الفرن تاني، بس بنولع من فوق فقط، بطفي من تحت تماما وبولع بس من فوق، واول ما تطلع من الفرن بحط لها الشربات، يعني ما تحطوش كتير لان اوريدي العجوه فيها شربات، وده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن كده بيكون شكلها، شايفين اهي. فدي خبزناها وولعنا من تحت، الطبقه اللي تحت دي خبزناها وولعنا الفرن من تحت، بعدين فردنا طلعناها من الفرن وفردنا العجوه،
حطينا نص بقيه الخليط بتاع الكيك فوق، طفينا الفرن من تحت وولعناه من فوق بس لغايه ما استوت الكيكه عندنا، وبرده بتاخد تقريبا 10 دقايق. نقطع بقى الكيكه بتاعتنا، انا بحبها اكتر في المربع عن العادي، بعرفش بحسها كده بتبقى ألذ يعني في التقطيع، في الشكل بتبقى احلى. اهي شوفوا بقى من جوه شكلها بيبقى عامل ازاي، لذيذة جدا. وكده نبقى خلصنا معاكم وصفتنا للنهاردة، عملنا معاكم الفراخ اللي بالبسلة وبالجزر وبالمشروم، وحطينا لها من فوق بشاميل. عملنا كمان معاكم كوكيز الفستق والحبهان، ونكهة الفستق والحبهان بتديله طعم بيكون مميز كده ولذيذ. وعملنا كمان معاكم كيكة التمر، وهي كيكة بتتعمل بالسميد، طريقتها شوية فيها كم خطوة كده أنا قلت لكم عليها، إن شاء الله تعملوها وتنبسطوا منها جدا. وصفتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 12 بالليل والساعة 9 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.